بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد قناة النادي الأهلي يأتيكم عبر شاشة ناديكم المفضل. أول حاجة أبدأ مع حضراتكم بسرعة بالعناوين. البدري يعلن قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني. ورسميا تجميد النشاط الكروي في السودان وإنذار للكل. وأندريا كونتي يخضع للفحص الطبي تمهيدا لتعاقده مع الميلان. أبدأ كلامي مع حضراتكم وأخبار النادي الأهلي واستعداداته للقاء الهام والمرتقب يوم السبت المقبل بإذن الله أمام القطن الكاميروني. كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أعلن القائمة اللي هيخش بها المباراة، وهي عبارة عن شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول وصابر الرحيل وأحمد حجازي وسعد سمير ورامي ربيعة، محمد نجيب، حسام عاشور، عمر السوليه، وكريم ندفيد، عبد الله السعيد، صالح جمعه، واجايه، ووليد سليمان، مؤمن زكريا، عمرو جمال، وعماد متعب، وميدو جابر. دول القائمه اللي اعلنها النادي الاهلي او الكابتن حسام البدري عشان يخش بيها اللقاء المهم والمرتقب. الحاجه المهمه النهارده في تمرين اليوم كابتن حسام البدري ركز على العديد من الحاجات. اول حاجه ان هو ازاي يشرح لنادي الاهلي اهميه اللقاء بانه ما يستهنش بالخصم. فريق القطن الكاميروني عنده صفر من النقاط، خسر في كل المباريات، مش هو القطن اللي لعبه النادي الاهلي من قبل، فعشان كده كان بيحاول يعمل ريفرش للعيبه في حته ان هو يخش هذا اللقاء بكل الدوافع، لان ده هو بوابه العبور لدور الثمانيه. حاجه الاخرى هو ازاي كابتن حسام البدري هيلعب هذا اللقاء، دي نقطة مهمة جدا. كابتن حسام البدري في اللقاءات الأخيرة خاصة أمام زناكو أوزان بصراحة قدم مباراة أكثر من رائعة لأسباب كتيرة جدا. أول حاجة أنت بتلعب كنت خارج الأرض، بتلعب في العاصمة الزامبية لوساكا أمام فريق بيتصدر المجموعة، أمام معطيات كتيرة جدا إن النادي الأهلي يجب أن يفوز، وعلى أقصى التقدير إنه يتعادل عشان يكون له حظوظ في التأهل. بصراحة كابتن حسام البدري في هذا اللقاء بدأ اللقاء أكثر هجوما، كان مسيطر على المجريات وكان الأكثر فرصا، وكان من الممكن إنه يطلع فائز في هذا اللقاء. طب خلينا نقول الكابتن حسام البدري هيخش هذا اللقاء في فكره إيه؟ هيخش كابتن حسام البدري بفكر انه كيف سيلعب القطن الكاميروني. طبعا كابتن حسام البدري والنادي الاهلي في اي مباراه بيخش عايز يكسب، والكل اتعلم من بعد لقاء الوداد ان لازم النادي الاهلي بيلعب كره هجوميه عشان يصل الى المنشود منه ان هو ياخد الثلاث نقاط. كابتن حسام البدري عارف ان فريق القطن ما عندوش اي حاجه يخسرها، الفرقه جايه بتلعب الموضوع بالنسبه لها لقاء لاثبات الذات، بيلعب النادي الاهلي نادي القرن، اكثر الانديه شهره في افريقيا، واحد من افضل الانديه اللي عندها حظوظ، ولو نادي الاهلي كسب باي نتيجه هيتاهل مباشره لدور الثمانيه. اذا القطن جاي عارف انه مش هيقدر يجاري النادي الاهلي هجوميا، فهيلعب بشكل تكتلي في الدفاع، وهيحاول يضيق و يعني المساحات على نجوم الاهلي ويطول عمر المباراه. يعني ايه يطول عمر المباراه؟ يعني يفضل اكثر وقت ممكن محافظ على التعادل وانه لا يستقبل هدف، ولو خطف هدف من ركنيه من هجمه مرتده يبقى كده هو عمل كل اللي عليه وزياده. طبعا كابتن حسام البدري عارف ان القطن مفيش في دماغه او مفيش في امكانياته انه يعمل اكثر من هذا. الترتيبات اللي حاططها الكابتن حسام البدري طبعا منذ العوده الشاقه من زامبيا، بغض النظر عن لقاء المصري اللي جرب فيه بعض اللعيبه البدلاء واللي ما بيشاركوش بصفه اساسيه، وريح ال 11 لاعب اللي لعبوا في لقاء زناكو الزامبي تماما. طيب انا دلوقتي ليا استراتيجيه كنادي الاهلي في هذا الموسم مع الكابتن حسام البدري، انه دايما بيضرب الديفنس او التكتل الدفاعي بظهيري الاجنب. عشان كده هتشوف زي ما شفت احمد فتحي بيخترق دفاع زناكو
وعمل كرة كان ممكن يحرز منها هدف، هتشوف أحمد فتحي بيتقدم كثير، وهتشوف علي معلول لو فكرنا كده مع حضراتكم بصوت عالي في التشكيل الأبرز اللي في دماغ كابتن حسام البدري، أنه هينهي أو هيبتدي هذا اللقاء كما نهى لقاء زناكو بشريف إكرامي، سعد وحجازي كقلبي دفاع، باك يمين أحمد فتحي، باك شمال علي معلول، وخط الوسط السولية وحسام عاشور، وأمامهم عبد الله السعيد ووليد سليمان اللي كان نزل بديل لحمودي بعد إصابته، وعلى الجانب الآخر موجود مؤمن زكريا، وفي الأمام جونيور أجائي. خلينا نتكلم خط خط. بالأول بظهري الأجناب اللي هم بيبقوا نقطة تحول فريق النادي الأهلي في استراتيجية حسام البدري. كابتن حسام البدري دايما هتلاقي في وهو الفرقة بيصنع هجمة، هتلاقي الاثنين الأجنحة سواء وليد سليمان أو مؤمن زكريا هيضموا لجوه إلى حد ما عشان يضرب الديفنس بتاع فريق القطن الكاميروني عن طريق الأجناب اللي هم أحمد فتحي ومعلول عشان يرسلوا العرضيات. دي حاجة. الحاجة التانية عبد الله السعيد ما شاء الله كان في اللقاء زناكو أفضل من العديد من اللقاءات السابقة، واعتقد ان هو خد الاستشفاء اللازم وجاهز بشكل كويس قوي انه يبدا لقاء القطن الكاميروني، وان يكون هو عنده مفاتيح الحلول زي ما شفناه وهو ماسك الملعب في لقاء زناكو الزامبي. وليد سليمان كان قدامه فرصه مهمه جدا في لقاء زناكو، واعتقد ان هو في ملعب برج العرب والنجيله بتاعته هتساعد وليد ان هو يتالق بشكل ملفت جدا، لان وليد من لعيبه الكوره اللي بتحب لما الملعب ونجيلته تبقى مميزه بيدي ابرز ما عنده، وهو وليد عنده كتير الصراحه، مميز في ان هو بيسدد وان هو عنده مهاره، وبيعرف برضه ازاي امتى يسرع رتم اللعب وامتى يضم لجوه وامتى يظهر لبره عشان يضرب التكتلات الدفاعيه، وده بشكل كبير جدا مميز فيه اللاعب وليد سليمان. النقطه المهمه جدا ودي حته ان النادي الاهلي بيروح كتير وبيضيع كتير، ونقطة أجايي كرأس حربة صريح. أجايي هو من أفضل رؤوس الحربة اللي موجودين في مصر لأسباب كتيرة جدا. أولا اللاعب من ناحية البدنية، من ناحية الفيزيكال كونديشن، الراجل عنده قوة بدنية كويسة جدا، بيعرف يستلم بظهره بشكل أكثر من مميز، أولا لأنه مهاري، تاني حاجة بيعرف يحط الخصم أو المدافع في ظهره بشكل كويس جدا ويستفيد منها، وشفنا في الهجمة اللي ظهرت لوليد سليمان لسه كنت بتكلم عليها ازاي عملها لوليد سليمان بكعبه ما بين رجلين المدافع عشان وليد يروح وهو في انفراد تام. اذا اجايي تحركاته مهمه جدا، استلاماته مهمه جدا، بيعرف يخلق ليه اللي حواليه الفرص، وفي راس الحربه الصريح في الطريقه بتاعت كابتن حسام البدري طبعا اي من راس حربه في الدنيا لازم يجيب اجوان، ولكن تحركاته واستلاماته والشغل اللي بيتبني عليه بيبقى مهم جدا، واجايي ما شاء الله عنده كل الامكانيات ديت، فهيبقى بشكل كبير جدا راس الحربه الصريح اللي ممكن كمان كابتن حسام البدري يفكر في الدفع فيه بعمرو جمال او عماد متعب اللي يعود مره ثانيه للقائمه، وعوده عماد متعب لقائمه النادي الاهلي هو زي كده ما بنقول، مش هنقول تكريم لعماد متعب، ولكن الفتره اللي فاتت عماد متعب ما بيشاركش بشكل منتظم ولكن ما بيعملش مشاكل، وده نموذج الصراحة. ادي عماد متعب ظهر قدامنا في الصورة، النجم الكبير لما بيكون موجود على الدكة طبعا بالنسبة له بتبقى مشكلة كبيرة، ولكن لما ما بيعملش مشاكل بيبقى دخول عماد متعب في هذه القائمة تكريم على أدائه وسلوكه في الفترة اللي فاتت، وكل التوفيق بالنسبة للنادي الأهلي في لقاء القطن اللي هو عنق الزجاجة عشان يكون بوابة العبور لدور الثمانية بإذن الله. بعد ما حدث في لقاء المصري البورسعيدي، الكابتن حسام البدري بيوافق على منح حسام غالي راحة لمدة 48 ساعة، طبعا بعد الموضوع اللي احنا قلنا لحضراتكم ان هو امر عادي جدا وبيحصل في كل الاندية الكبيرة، الكابتن حسام البدري بيوافق على منح حسام البدري بعد خروجه من الاختيارات الفنية لقائمة النادي الاهلي مواجهة القطن الكاميروني راحة لمدة 48 ساعة. طبعا حسام البدري كان طلع بيان وبنقوله مره ثانيه ان هو ممتثل للعقوبه اللي وقعت عليه من قبل الجهاز الفني، وانه هيكون
داعم كبير جدا للفريق في الماتش المصيري في تصفيات طبعا دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام القطن الكاميرون. كمل مع حضراتكم اخبار نجوم النادي الاهلي واصابه طفيفه لحسام عاشور في مران الاهلي اليوم. حسام عاشور كان حصل على كدمه كده في وشه بعد تدخله بقوه مع صالح جمعه في مران النادي الاهلي المسائي اليوم، لكن طبيب الفريق الدكتور خالد محمود قال ان حسام عاشور يعني من اللي هيكون جاهز للقاء القطن الكاميروني، وبنطمن جماهير النادي الاهلي ان حسام عاشور جاهز طبعا من اهم اللعيبه اللي موجوده في خط وسط النادي الاهلي، وما شاء الله كان في تشكيله الاتحاد الافريقي الكاف المثاليه لافضل 11 لاعب من خلال الجوله السابقه لدوري ابطال افريقيا. نتمنى له طبعا التوفيق، عليه دور مهم جدا في صناعه اللعب وفي ايضا دفاع النادي الاهلي لانه هو من ينزع فتيل هجمات المنافس للنادي الاهلي. ومن اخبار النادي الاهلي هنذهب لاخبار المنتخب المصري للمحليين، اللي بيعقد جهازه الفني طبعا بقياده الكابتن هاني رمزي اجتماعه اليوم الجمعه لوضع الترتيبات النهائيه لمعسكر المنتخب المقبل والمقرر له اواخر يوليو الحالي استعدادا لمباراه المغرب يوم 13 اغسطس المقبل في تصفيات امم افريقيا للمحليين. اجتماع اليوم هيتم خلاله تحديد القوام الاساسي للقائمه وبحث مصير وديه الجزائر من عدمها مع البحث عن بدائل في حاله الغاء وديه الجزائر، ثم كما سيتم خلال الاجتماع مناقشه مواعيد انطلاق المعسكر بسبب تعارض مباراتي المغرب مع مباريات الدور قبل النهائي والنهائي لكاس مصر. في حاجه مهمه جدا عشان نتكلم على منتخب المحليين وما هو التارجت، ايه الهدف؟ احنا ليه بنعمل منتخب للمحليين؟ عشان الناس تبقى فاهمه، منتخب المحليين هو عباره عن منتخب بيجهز اللعيبه اللي لم يتم انتقائها من قبل الجهاز الفني للمنتخب الاول هيكتور كوبر للمنتخب الاول، يعني هو كل القصه كلها ان انا بعمل منتخب بي، منتخب مصر بي من اللعيبه اللي بتلعب داخل مصر في الدوري الممتاز، فعشان كده بيتم تجهيزهم بيلعبوا ماتشات دوليه بياخدوا خبرات بيحسوا بجو المعسكرات الدوليه بيحسوا ان هو لابسين تيشرت او قميص منتخب مصر وهي ده مسؤوليه كبيره جدا، فهو ده الهدف هو ده التارجت من منتخب المحليين عشان الناس تبقى فاهمه احنا ليه بنعمل منتخب للمحليين وليه في بعض الازمات في التنسيق، ونتمنى طبعا كل ده يتم تداركه لانه في الاول في الاخر بيصب في المصلحه العامه للمنتخب الاول لمنتخب مصر. عندنا اخبار كتير جدا ولسه عايزين تعرفوا ازاي اتجمد النشاط في السودان، وما تروحوش بعيد بعد هذا الفاصل الاهلي حاجة. برحب بحضراتكم مرة تانية في حصاد نادي الأهلي وقناة النادي الأهلي، والخبر اللي جاي خبر مهم جدا. رسميا الفيفا تجمد وتعلن رسميا تجميد النشاط الرياضي أو الكروي في السودان. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف نشاط الكرة في دولة السودان حتى إشعار آخر بسبب التدخلات الحكومية، ونشر الفيفا بيان رسمي يوم الخميس يؤكد فيه إيقاف النشاط الكروي في دولة السودان وفقا للمادة 16 من قانون الفيفا، وذلك بسبب تدخل الحكومة في الشأن الرياضي. وكان فيفا قد أصدر قراره نهائيا شهر يونيو الماضي أمهل فيه السلطات السودانية حتى يوم 30 من نفس الشهر لإخلاء مقر الاتحاد، والذي
سيطرت عليه مجموعة أعلنت نفسها الفائزة في انتخابات تمت مؤخرا وأعلن فيها عدم اعترافه بها. عشان نعرف معلومات أكتر معانا طبعا الخبير الكبير الرياضي كابتن شطة نجم النادي الأهلي. مساء الخير يا كابتن. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. كنا عايزين نعرف من حضرتك معلومات يعني أكتر بصدد هذا الشأن. الفيفا بيعلن رسميا إيقاف النشاط الرياضي في السودان، إزاي ده هيأثر على الأندية السودانية في دوري أبطال أفريقيا وأيضا في الكونفدرالية؟ والله الموضوع أصلا مش وليد اليوم والليلة، الموضوع بقاله أكتر من شهر وين لما حصلت المشكلة، وإنه في اتحاد تم انتخابه عن طريق جامعة عمومية ما اعترفتش بيها الفيفا نتيجة إنه حصل فيها تدخل حكومي كما ذكر الأستاذ معتصم جعفر رئيس الاتحاد السابق يعني. والفيفا طلبت إنه يتم إخلاء المقر، لأنه هم المقر طبعا أخذت المجموعة اللي هي تم انتخابها من جمعية عمومية غير شرعية على حسب ما ذكر رئيس الاتحاد المعتصم زي ما ذكرت، وإنه هذه الجمعية العمومية انتخبت هذا الاتحاد، والاتحاد ده طلب من يعني من القضاء إنه يمكنه من المقر، ودخل المقر بقرار حكومي. طبعا الفيفا عرفت الموضوع عن طريق الاتحاد السابق واضطرت إنها أرسلت خطاب من شهر قالت انه لازم يخلى المقر عشان التدخل الحكومي ده طبقا للائحه والقانون الاساسي للفيفا، وذكرت رقم القرار واخبرت السودان. حصلت مناقشات وحصل تبادل اراء، وتدخلت الوزاره ودخل الوزير، وتدخلت يعني كم كبير من الاجتماعات من خلالها الفيفا كمان نفسها زارت السودان عشان استعرض الموضوع بشكل اكثر وضوح. وفي هذه اللحظات طبعا اتفقوا على انه خريطه الطريق من 7 أو 8 نقاط، الخريطه اولها ان يخلى المقر فورا لانه المقر تم الدخول لي واستبعاد رئيس الاتحاد السابق المعترف من الفيفا الاستاذ معتصم جعفر. هذه القصه باختصار شديد جدا. وطبعا الحقيقه الاتحاد السوداني كان حريص انه ما يحصلش ايقاف من اول لحظه، فكان بيمد المهلة ويمد المهلة وإلى أن يتم الاتفاق. لم يتم اتفاق طبعا، والمباريات القديمة اللي هي في اليوم السادس ده اللي هو آخر المباريات، في 3 فرق سودانية بتلعب، الهلال والمريخ وهلال الأبيض اللي هو طبعا في الكونفدرالية. الموضوع يعني تشابك بشكل فظيع، والفيفا أرسلت القرار الساعة 5 ظهر مساء اليوم الخميس، وتم طبعا ارسال خطاب من الاتحاد الافريقي لكل الجهات المعنيه اللي هو الاتحاد السوداني والاتحاد التونسي والاتحاد الاتحاد الموزمبيقي والاتحاد الزامبي، يعني الفرق المشاركه في مع نادي المريخ ومع نادي الهلال ومع نادي الهلال الابيض. طيب يعني كده محزن جدا طبعا السودان كدوله من الدول المؤسسه للاتحاد الافريقي انها تمر بهذه الازمه الطاحنه التي لم يتوصل فيها الطرفان الى حل مرضي بحيث انه لا يوقف النشاط في السودان. فهذه طبعا انا يعني باسف اللي حصل، وارجو ان يكون هناك عقلاء يتدخلوا، لانه الفيفا برضه مش عايز الفيفا لا تريد ان يوقف النشاط في العالم. بس كابتن شطه، هو حتى يعود النشاط مره اخرى يجب ان يتم الامتثال للوائح الفيفا، ويجب ان اخلاء المقر للرئيس المنتخب من قبل الجمعيه العموميه. ده ما فيش حل خلاص في الموضوع ده. او ما فيش حل، واتفقوا انه كمان يدير الاتحاد مجموعه من هنا ومجموعه من هنا مع بعض يجلسوا مع بعض. وانا كنت متوقع انه هذا الامر سهل جدا، انه 3 أو 4 من مجموعه الاستاذ معتصم و3 أو 4 من مجموعه الاستاذ عبد الحلال الخاتم اللي هو الاتحاد المنتخب يعني. فبالتالي كنت متوقع انه ده امر سهل، ولكن واضح انه هناك بقى دخلت فيها قرارات في هذه الدوله، انه قرار قاضي ان يمكن الاتحاد المنتخب طبقا طبعا لشرعيته بالنسبه ليهم، انه ده قرار انه ما يقدرش يغيره لانه ده قرار قضائي ومش قضائي. القضيه كان ببساطه شديده جدا انه يستأنف هذا القرار من معتصم الاستاذ اللي هو معتصم جعفر رئيس الاتحاد السابق، كان ممكن يستأنف ويوقف القرار بشكل قانوني بحيث انه ان لا يكون هناك اي نوع من الخلل القانوني بحيث انك انت تمكن وبعدين يلغى قرار قضائي. كان سهل جدا انه يستأنف القرار ويتم يعني الانتهاء من هذه المشكله بشكل قانوني، ولكن واضح ان هناك كانت اطراف كثيره جدا
يعني معاندة وكانت هناك طبعا طيب كابتن شطة، هل لو تم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد حتى يعني ان يتم الاتفاق على اي حل ودي ل يعني تطبيق هذا القوانين الفيفا، هل من الممكن ان يتم يعني مرة تانية ان الحياة تعود للنشاط الكروي؟ والله والله ده متوقع لانه حصلت كتير قبل كده، حصل حتى في مصر هنا لما حصلت انه عينوا لجنة التسيير لو تذكر، نعم وكان وقتها انور صالح ممكن نعم يدير الاتحاد بالفعل يتم. بالفعل كان كابتن انور صالح. يعني كان انا ممكن كانوا مثلا يعني برضه كمان الاتحاد الدولي، انا كنت اتمنى انه برضه يحاول يبعد الطرفين المتنازعين بحيث انه يعين لجنه تسيير بقياده سكرتير الموجود او بقياده اي شخصيه يختارها موجوده في الاتحاد حتى ان يكون هناك حل للمشكله. لكن الاتحاد الدولي واضح انه هناك قرار يعني كان مجحف في نظر الاتحاد الدولي، انه ازاي كيف يعني ان يكون هناك دخل حكومي باحتلال او باعاده او بطرد رئيس اتحاد شرعي بالنسبه للفيفا، ان هو شرعي. نعم. فبالتالي هي دي المشكله الكبيره اللي فيفا كانت الحقيقه مصره ان يكون هناك اتفاق بينهم الاثنين يرضي الاطراف، ولكن انا اتوقع مستقبلا ان تكون هناك طبعا لجنه محايده او لجنه تسيير تحاول ان تعيد الجمعية العمومية وتصيغ القانون الأساسي من جديد عشان يكون الانتخابات بشكل أكثر فعالية بدون تدخل حكومي حتى يكون هناك حل لهذه المشكلة، لأن يعني استبعاد 3 أندية سودانية من هذه البطولة في آخر أيامها شيء يعني شيء يعني أنا متأكد أنا من أكثر الناس حزنا لي. هو أمر صعب جدا إن كابتن شطة العند بقى بيأثر على مصير الكرة السودانية. كابتن شطة، قبل ما أختم مع حضرتك، طبعا النادي الأهلي عنده لقاء مهم جدا يوم السبت المقبل أمام القطن الكاميروني، شايف اللقاء دوت إزاي؟ والله طبعا أنت عارف ظهرت إشاعات سابقة إنه القطن الكاميروني انسحب، والقنوات الفضائية تطلع تتكلم تقول لك القطن انسحب، والقطن وصل هو بيلعب. أنا طبعا انا اتمنى ان الصحافه او الاعلام ان يكون اكثر حرصا في استقبال معلومه. انسحاب نادي يشارك في بطوله افريقيه له عقوبات، نعم، وبعدين في مكافآت هياخدها النادي ده كونه طلع الاول او طلع الاخير، كله على حسب مركزه بياخد مكافأة. نعم، يحرم نفسه منها ليه عشان خاطر انه ينسحب لانه ما عندوش نقاط؟ طبعا في امور كثيره جدا بتحدث في الميديا وبتتنقلها انه 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 القطن الكاميروني مش هيشارك او مش هيلعب المباراه النهائيه. عموما طبعا النادي الاهلي يعني عنده فرصه كبيره جدا انه يحقق نتيجه مرضيه في ظل طبعا القطن الكاميروني ياتي بلا هدف، هيلعب مباراه من اجل بس اعاده يعني اعاده ما فقد منه، وهيكون في دوافع قويه جدا للنادي الاهلي. انا سمعت انه الجماهير هتكون اضعاف الجماهير في المباريات السابقه، وهيكون هناك يعني التزام اللاعبين ان هذه المباراه مصيريه جدا، تحدد اذا كان النادي الاهلي هيكون طرف من طرفي المجموعه، بحيث انه طبعا النادي الاهلي هذه بطولته المفضله. يعني اتمنى ان يكون هناك طبعا قدر كبير جدا من احساس اللاعبين بهذه المسؤوليه. وانا طبعا لعبت في النادي الاهلي اعلم تماما كيفيه الاهتمام وكيفيه حرص كل لاعب ان يؤدي اقصى ما عنده. والقطن الكاميروني مش الفريق القوي حقيقه النادي الاهلي، لكن برضه المباراه مش سهله يا كابتن شط، مباراه مش سهله ولازم كابتن مش سهله لسبب، مش سهله لسبب لانها هتكون في ضغوط كبيره جدا على لاعبي الاهلي بالظبط، لانها النتيجه بالنسبه لهم هتكون مهمه. الفريق الاخر بيلعب بشكل مرتاح نفسيا وعنده ما عندوش حاجه يخسرها ممكن. نعم، ليس لديه اي شيء ليخسره. كابتن شط طبعا خبيرنا الكبير والنجم السابق في النادي الاهلي، نشكر حضرتك شكرا جزيلا، مداخله كانت يعني اكثر من رائعه، والصراحه هو وضح كل ما يحدث داخل السودان، وهو ده انذار شديد اللهجه لكل الدول، حصلت قبل ذلك في الكويت، والكويت تضررت كثيرا من بشان التدخل الحكومي. الفيفا حاطت لوائح وحاطت يعني المنظومه دي يجب ادنى تتبع. اعتقد ان لازم احنا في مصر نكون عندنا وعي لما يحدث حوالينا، لازم نكون بنتعلم، لان في بعض القضايا اليوم احنا شايفين انه لسه في بعض الانديه بتتجه الى المحاكم عشان خاطر اعاده ماتشات وعشان خاطر تؤزم الامور اكثر، ولكن الاتحاد المصري لكره القدم في لجنه تظلمات، وايضا في محكمه الرياضيه الدوليه هي دي اللي بيعترف بيها الفيفا، اي محكمه ثانيه لا يعترف بيها الفيفا تماما. فعشان كده نتمنى ان احنا نتعلم، ونتمنى ان احنا يكون عندنا وعي عشان ما نقعش في نفس مصير ما يحدث، لان العند
انتوا شايفين بيودي لايه؟ ان دلوقتي سموحه بقى اصبح عنده فرصه ان هو لو فاز او تعادل انه يصعد، لان كل نتائج هلال الابيض خلاص اتشالت تماما، ونادي سموحه بقى عنده فرص انه يصعد في الكونفدراليه. وادي الهلال والمريخ خرجوا من دوري ابطال افريقيا وحرمي، والهلال الابيض هو متصدر المجموعه. يعني شوفوا اللي هذا النادي تضرر ازاي، موضوع مهم جدا ويجب علينا ان نتعظ. نروح للدوري المصري الممتاز، واليوم فريق بتروجيت بيتعادل مع المقاولون العرب. طبعا النتيجة كانت سلبية بدون أهداف. وعشان نعرف أكتر عن هذا اللقاء معنا على الهاتف المدير الفني الكابتن محمد يوسف. مساء الخير يا كابتن. أهلا وسهلا محمد، حضرتك عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني كابتن مصر. ويعني عايزين نقول لحضرتك كان موسم شاق، مهمة كانت صعبة على حضرتك، قبلت التحدي، ولكن في الأخير بتروجيت بينهي الدوري في المركز العاشر. والله يعني طبعا انت عارف زي ما حضرتك قلت، يعني توليت اخر 7 مباريات، والمباراه كانت قويه جدا، كانت مع انديه كلها يعني تقريبا من ثاني الدوري لغايه سادس الدوري، بتتكلم على المقاصه والزمالك والاسماعيلي والمصري وافي، يعني كلها فرق. نعم. وسموحه خامس الدوري حاليا، فطبعا كلها فرق المربع الذهبي، واللي حتى بره المربع بينافس ان هو يخش المربع. نعم. ورغم ذلك انا قابلت المهمه طبعا، قابلت التحدي، ورغم ما عرفت ان الفريق يعني 7 مباريات في الدور الاول خد 3 نقاط فقط تقدير من 3 تعادلات مع الاسماعيلي والسموحه والنادي، لكن في النهايه انا قابلت التحدي واشتغلنا على كذا محور. يعني اشتغلنا على محور الفوز بالاكبر عدد من النقاط، لان احنا نحاول نحسن مركزنا. دي نقطه ثانيه، ان احنا نحاول نشوف اكثر نسبه من اللاعبين عشان نقرر مين بقائه من الاستغناء عنه. فكان لازم ان انا ادي فرص كتير لبعض اللاعبين، يعني بعض اللاعبين من 97 النهارده مثلا احمد مصطفى، او ايضا ادينا فرص محمد رجب النهارده اشترك. محمد رجب بقى له كتير غايب يا كابتن محمد، صح؟ بقى له كتير جدا، بقى له موسم كامل، بقى له موسم لم يلعب. كان بيعاني من اصابه رباط صليبي، عمل تمطيط للركبه. المهم يعني اشتغلنا طبعا على المحور ده، كان مهم جدا، واعطاء فرص للاعبين، وفي نفس الوقت جمع. يعني انت كابتن محمد كنت حاجات متضاده، بس كنت بتكتشف اللعيبه في وسط الموسم، يعني انت بتكتشف اللعيبه في وسط المباريات، وده امر صعب جدا. ان يعني حضرتك ما اخترتش حد تلعب على النتائج، ما شفتش حد من اللعيبه، ما اخترتش التدعيمات اللي حضرتك طالبها، ليك فكر معين بتحتاج نوعيه معينه من اللعيب، كل الكلام دوت. يعني بالبدني ما عرفناش طبعا نعمل حاجه في اخر الموسم، لو كان حتى لينا يعني بعض الملاحظات على الجانب البدني بالنسبه للفريق، برضه صعب جدا ان احنا نعلي الاحمال البدنيه، لان كان هيحصل اصابات في النادي. طب كابتن محمد، ايه ابرز حاجه شفتها انت حضرتك برضه في اول يعني في اول فترتك مع نادي بتروجيت استطعت الفوز على نادي المقصه، وده واحد من الانديه الكبيره اللي واخده المركز الثاني، واكيد شفت بعض الملامح الايجابيه برضه زي ما ذكرنا الملامح السلبيه، ان في ملامح ايجابيه معاك في الفريق. عندنا شويه يعني بعض النقاط الكويسه جدا لابد من استثمارها. بالنسبه لي عندنا بعض المراكز في خط النص بتمثل مركز قوه كويس جدا، عندنا برضو بعض المراكز في خط الدفاع، ايضا خلف راس حربه محتاجين تدعيم بشكل كبير قوي وبشكل قوي. عايز اقول لك ان يعني ارقام بسيطه كده، بتروجيت السنه دي دخل فيه 24 هدف، اسف 26 هدف، ده يعتبر ثالث اقوى دفاع بعد الاهلي وبعد الزمالك، يعني الاقوى دفاع الاهلي وبعديه الزمالك وبعديه بتروجيت. نعم. الرقم الثاني المهم جدا الناس تعرفه هو احراز 24 هدف فقط. مش عايز اقول لك ان في اهداف كتير جدا معديه فرقتنا في احراز الاهداف، يعني مش عايز اقول لك ان في بعض الفرق بتهبط او هبطت بالفعل لدوري الدرجه الثانيه واحرزت اهداف كبيره، فاحنا محتاجين تدعيم في الحته دي بشكل قوي.
نعم الاساس ان احنا نحسن من او من نزود من قدراتنا على التهديف في اي وقت، وخصوصا حتى يعني النهارده جاي لنا 4 فرص لكن احضرناهم كلهم ما كانش فيهم استثمار جيد لاحراز اي هدف منه، سواء الانفراد الاولاني بتاع بيكي في الشوط الاول او كره احمد مصطفى الشوط الاول اللي جات له، او حتى الشوط الثاني الراسيه بتاعت بيكي والراسيه بتاعت رجب والكره بتاعت رمضان في العارضه. الحاجات دي كلها كنت ممكن من 5 فرص تقدر تحرز هدف. يعني نعم بالتاكيد كان في عدم توفيق من فرصتين، في انديه من فرصتين بتقدر تحرز. طب التوفيق وعدم التوفيق. طب كابتن محمد حضرتك باقي الموسم المقبل؟ ان شاء الله ان شاء الله. يعني انت حضرتك تحدثت مع اداره بتروجيت يعني عرضنا مع الفريق الاول ان هو بقيه الموسم ده كابتن محمد يوسف طبعا المدير الفني لبتروجيت وسابق للنادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق في المرحله المقبله. الصراحه في حاجة لازم ندعمها وهي المدربين، مش هنقول جداد طبعا، كابتن محمد يوسف مش مدرب جديد، ولكن لازم ندي فرص أكبر للمدربين اللي عندهم خلاص حمية، عندهم حماس، عندهم إصرار، وعندهم فكر في هذه المرحلة العمرية اللي بتاعت كابتن محمد يوسف وأيضا المدربين الشباب، لأن كل العالم بيتطور لما بيدي فرص أكثر للشباب، ولكن هؤلاء الشباب أو هؤلاء المدربين لازم يكون عندهم دورات تدريبية أكبر عشان يكون عندهم وعي بالتطور العالمي لكرة القدم. ولكن في كل الدول احنا كنا دايما بنتكلم وهنفضل نتكلم لألمانيا وأسبانيا مسيطرين على الكرة في العالم، بص عشان زين الدين زيدان يبقى مدرب لريال مدريد الاتحاد الأسباني عمل فيه إيه؟ ده زين الدين زيدان افضل لاعب في العالم وظاهره كرويه ونجم فرنسا وكاس عالم ويورو والكلام ده كله، كل ده ما شفعلوش عشان يبقى مدرب في الدوري الاسباني، وكان لازم ياخد الرخصه بتاعته عشان يبقى مؤهل انه يمسك فريق ريال مدريد، مش بالاسم مش بالاسم. وهنا عايزين نقف مع مدربينا صراحه هذا الموسم، شفنا الكابتن محمد يوسف، شفنا احمد سامي برضو نادي الجيش عنده بكره لقاء مهم جدا امام نادي امتي، احمد سامي من المدربين الاكفاء صراحه، عمل موسم او في الفتره اللي قضاها مع نادي الجيش استطاع الفوز على سموحه واستطاع انه يعمل نتائج ايجابيه، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه ان هؤلاء المدربين اشتغلوا فتره كبيره كمساعدين واصبحت لديهم القدره والكفاءه ان هم يكونوا عندهم القياده الفنيه، لان لازم يبقى في دم جديد في الدوري العام المصري وفي الانديه المصريه عشان تشوف الجديد، لان دايما الشباب او اللي عندهم الناس اللي في المرحله العمريه المتوسطه هيبقى عندهم حميه اكتر وهيبقى عندهم وعي بالفكر المتطور اكتر في كره القدم، وده بيحدث في العالم كله مش بس في مكان معين، لا كل العالم بيتطور بهؤلاء المدربين. اتمنى التوفيق لكل مدربينا الشباب في المرحله المقبله لان هم دول امر الكره المصريه. نروح من الدوري المصري الممتاز ونطلع ليه موضوع برضو مهم جدا جدا جدا، وهو مشروع الميلان. الميلان النهارده تعاقد مع لاعب اسمه اندريا كونتي من لاعب اتلانتا عشان يكون الصفقه السابعه في مشروع الميلان. مشروع الميلان لازم اسميه بهذا الاسم، الميلان اتباع لمالك صيني جديد اسمه لي يونغ هونغ. طيب يعني ايه مشروع الميلان؟ الميلان قبل سنة 86 طبعا كان فريق كبير، ولكن في 86 اشتراه المالك السابق ورئيس الوزراء الأسبق لإيطاليا وهو سيلفيو بيرلسكوني. عمل ايه سيلفيو بيرلسكوني؟ برضو أول ما جه في هذا النادي ابتدى يعمل مشروع، أنا عايز أرجع الميلان مرة تانية لمكانته ويبقى متصدر ومهم. ابتدى اشترى على طول الثلاثي طبعا الرهيب الهولندي فان باستن، رود خولات، ورايكر، دول على طول تم تعاقد معاهم، وكان في بقى باريزي وكان مالديني طالع وكوستا كورتا، فعمل توليفه من الميلان سيطرت على الكره مش بس الايطاليه ولكن الاوروبيه، وخدوا تشامبيونز ليج 88 89 89 90 و93 94 3 تشامبيونز ليج ورا بعض مع الميلان، فسيطروا في هذه الفتره. ايضا قعدوا فتره في التسعينات ثم عاد مره ثانيه بيرلسكوني وعمل مشروع اخر، وابتدى يشتري اندريا تشيفتشينكو واشترى لوي كوستا واشترى سيدورف وعمل توليفه، وكان معاهم كافو وكاكا النجم البرازيلي الكبير، وايضا هذه الكتيبه وهذا المشروع فاز بالتشامبيونز ليج مرتين
وايضا فاز بالدوري الايطالي. الميلان بقاله فتره مش هو الميلان، لان طبعا الكوره هي صرف، وسيلفيو بيرلسكوني تاثر فباع نادي الميلان لهذا الملك، وابتدى هذا الملك الصيني ان هو يحاول يعمل مشروع مع المدير الفني فيجينسو مونتلا. على فكره الميلان كان عايز صلاح، وكان داخل في نجمنا المصري محمد صلاح، ولكن محمد صلاح طبعا كان عنده طموح اكبر وذهب الى ليفربول، وابتدى يجيب اللاعب طبعا النجم اندري سيلفا مهاجم منتخب البرتغال، الايفواري فرانكيسي، والايطالي فابيو بوريني، والتركي حكان كالانجولو، والسويسري لعيب كويس قوي اللي هو ريكاردو روبليجيس، وايضا كالانجولو ده من اميز اللعيبه اللي كان موجود في باير ليفركوزن اذا ايضا بقى، والارجنتيني ماتيو موساكيو. كل هذه النجوم هي مشروع للميلان لكي يعود مره اخرى الى السيطره على الصعيد الايطالي، لان دلوقتي الميلان حينما يعني بيعمل مركز بيعمل سابع ثامن تاسع في هذه المراكز، حتى ما تاهلش للتشامبيونز ليج، والميلان هو ثاني نادي حصل على تشامبيونز ليج بعد الريال. لكم ان تتخيلوا ان الميلان بعيد، ولكن مع هذا المشروع الجديد اعتقد ان الميلان ممكن يكون على الطريق مره اخرى للعوده في المنصات المحليه وايضا الاوروبيه. ده كان آخر خبر معنا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.